لوحة ديال الأطفال. الأطفال صراحة يعني بدعوا. كانت لوحة كم عامرة الطبيعة. كل واحد من الجانب ديال الطبيعة اللي متأثر به. كل اللي كيعجبو الغروب، كل اللي يعجبو مثلاً فصل الشتاء، فصل الخريف. يعني كانت لوحة رائعة. نعم، بالإضافة إلى كيرسموا الحيوانات والطيور، يعني كيرسموا يعني كما قلتي الموضوع ديال عالم الطبيعة، حيث استعمل الألوان، الألوان اللي استعملوها الطاغية، لاحظوا الألوان الزيتية والألوان المائية. الألوان في الغالب الكاملة الألوان المائية، أكريليك، بزاف ديالهم السي حكيم خدمناهم هادشي بالأكريليك، الصبغة المائية. بالإضافة إلى هذه السنة يتميز بمشاركة واسعة ديال أطفال من مختلف المؤسسات التعليمية، يعني ولا يعني واش شفتوا زعما شي لمسات فنية يعني متميزة في هذا المعرض؟ شفت لمسات متميزة. قبيلة تلقيت واحد فنانة من الأطفال الصغيرة، تبارك الله عليها، يعني متشبتة بالفن التشكيلي، ودا الواحد زوين تبارك الله. يعني كان انطباعات كلها ديال الحضور كلها كانت تشجع هذه المواهب على اللمسة الفنية اللي تميزت بها في هذا المعرض. طبعا كانت لوحات جد متميزة، ما كاينش يعني كل طفل وكيفاش كيعبر في الجانب الفني ديالو. الطفل فاش كيرسم واحد الدور، يعني كاين اختلاف ديال التجارب، بغيت تقول نفس الموضوع ولكن كيتناولوا كل واحد من زاوية الرؤية والتخيل ديالو واللمسة الفنية ديالو اللي تمام.